اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا وعن بلادنا شر ما قضيت، وقنا واصرف عنا وعن عبادك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك، ونؤمن بك ونتوكل عليك، ونتوكل عليك، ونعتمد عليك، ونتعلق بك، ونرجوك يا الله، يا أرحم الراحمين، يا جواد يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصرف عنا البلاء، اصرف عنا البلاء، اصرف عنا البلاء، ادفع عنا الوباء، يا من بيده الشفاء أنزل لنا الشفاء والدواء، برحمتك يا من بيده الشفاء اصرف عنا البلاء، وادفع عنا الوباء، برحمتك يا رب العالمين. اللهم إن هذا البلاء انتشر بين العباد، فمن لنا غيرك يا من بيده الشفاء، يا من بيده الشفاء اصرف عنا البلاء، وادفع عنا الوباء، يا من ذكره شفاء أنزل لنا الشفاء والدواء، اللهم اصرفه عنا، اصرفه عنا، اصرفه عن عبادك، اصرفه عن عبادك، لا تؤاخذنا بذنوبنا، لا تؤاخذنا بأفعالنا، تبنا إليك، رجعنا إليك، تبنا إليك، ضاقت بنا الأمور، وكثرت بنا الهموم، وليس لنا سواك يا صبور، علينا الأرض بما رحبت، فارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، ارحم ضعفنا، وارفع البلاء عنا يا رحمن يا رحيم، يا غياث المستغيثين، إلهنا إلهنا إلهنا، من لنا سواك فندعو، ومن لنا سواك
فنرجو ارحم عبادك يا الله. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك وقفنا على بابك يا رحمن، فارحم ضعفنا يا وهاب يا رب. اشف جميع مرضى المسلمين، اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف إخواننا الذين أصيبوا بالوباء، وادفع عنهم البلاء، واحفظنا من شر هذا البلاء إلهنا ومولانا، فرج كرب المكروبين، وأزل الهم عن المهمومين، وارحم جميع موتى المسلمين، واحفظ دائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واجعلنا لديك من المقبولين. يا رب اعتق رقابنا الليلة من النار، اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات. فوضنا إليك الأمر فارحم اللهم ضعفنا، واكرمنا بكرمك يا عفو عفوك عنا. وصلى الله وسلم